للأسف الشديد إيطاليا وصلت لمرحلة صعبة جدا بسبب انتشار فيروس كورونا. إيطاليا وصلت لمرحلة اسمها طب الحروب. المرحلة دي بتحط الأطباء في موقف صعب جدا، بإيدهم يختاروا مين اللي يموت ومين اللي يعيش. المصابين بيبقوا قدام أجهزة التنفس، والأطباء بيختاروا الأصغر سنا يقعدوا على الأجهزة والأكبر سنا يفرقوا الحياة. التزم بالبيت، خليك في بيتك، حافظ على نفسك عشان ما نحطش الأطباء بتوعنا في موقف صعب زي ده. سلام، أنا عبد الرحمن الجميلي، وعشان أنا أحبكم أترجاكم بس تجلسوا في البيت هذه الفترة. بس لو جلسنا كلنا في البيت حنقاوم الفيروس وحنخفف الإصابات، وإن شاء الله إن ربنا يحفظنا جميعا ونكون بعيدا عن هذا الوباء. خليك في البيت، اجلس في البيت، مش حتخسر حاجة. على فكرة في البيت حياة حلوة. مرحبا، انا محمود الجبلي، صانع افلام سوني وملتزم بالحجر الصحي لفتره منيحه. عم نزل للشارع بس للامور الضروريه، وعم باخذ احتياطاتي من امور السلامه وغيرها. لهيك انا بدعي كل شيء عم يشوفني انه يلتزم الحجر الصحي، وفي حال كان عنده نزله ضروريه يحاول يلتزم بكامل قواعد السلامه، لانه في حال انت نزلت ما عم تاذي بس نفسك، انت عم تاذي كل شيء حولك، وممكن تكون قاتل بدون ما تعرف او بدون ما تقصد. لهيك الافضل تخليك في البيت. خليك في بيتك، وجودك في بيتك هيحميك وهيحمي أسرتك وهيحمي المجتمع كله اللي انت عايش فيه من الوباء المنتشر. احنا دايما كتير كنا بنتمنى وقت فاضي عشان نعمل فيه اللي احنا عايزينه. كام مرة كان نفسك تقرأ كتاب او تتعلم حاجة جديدة بس ما كانش فيه وقت كافي؟ كام مرة كان نفسك تقرأ قرآن وتقرب من ربنا بس ما كنتش فاضي؟ اظن دي الفرصة المناسبة اللي تعمل فيه اي حاجة كنت مأجلها لوقت فراغ. اتعلم حاجة جديدة، خد كورسات، اتعلم لغة، اتعلم برمجة، شوف فيديوهات واقرأ مقالات وابحاث، بس اهم حاجة خليك في بيتك. شكرا والسلام عليكم. مرحبا، معكم علاء من قناة علاء حطاب على اليوتيوب. بهاي اللحظة يلي عم نصور فيها الفيديوهات، المجتمع العالمي بشكل عام يبحث عن حلول لهذه الجائحة أو هذا الوباء، والحقيقة الحل لحد اللحظة هو التباعد الاجتماعي أو العزل الاجتماعي. شو يعني العزل الاجتماعي؟ يعني خليك في البيت. معكم عبد اللطيف سعيد من قناة كريزينت. يوميا بيموت في إيطاليا وفي أمريكا حوالي 1000 شخص، وده بسبب أن إيطاليا وأمريكا في البداية استهتروا بالموضوع، رغم أن الأطباء في العالم كله حذروا من خطورة الفيروس وحذروا أن الفيروس ده فعلا قاتل، إنما للأسف استهتار الشعوب والحكومات أدى للي انت شايفه ده دلوقتي. بقائك في المنزل هو الحاجة الوحيدة اللي فعلا هتقدر ان هي تفيدك وتحميك وتحمي كل اللي حواليك. حتى لو انت ما بتفكرش في نفسك، فكر في الناس اللي حواليك اللي ما لهمش ذنب ان هم ممكن يتعدوا بسببك او انت تتعدي وتعديهم. بقائك في المنزل هو اكبر شيء انت بتقدمه للبشريه كلها. ارجوك خليك في المنزل وبس خلاص. السلام عليكم ورحمه الله، اسمي الدكتور ايمن خسروف، اخصائي تشخيص مخبري، مؤسس مجموعه داويني. اقول لكل شخص في هذا الزمن العصيب، ربما عدم خروجك من اليوم يعني توقف العمل، لكن أحيانا الخروج قد يؤدي إلى توقف الحياة بشكل كامل. لذلك احسبها صح وخليك بالبيت قدر المستطاع. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ معكم هيثم من قناة هيثم حسن. وطبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، هو إنك لازم تغسل إيديك 20 ثانية تحت المية، ولازم تهتم بالموضوع ده كويس جدا عشان سلامتك وسلامة الناس اللي حواليك. ولو أنت في بيئة ما عندكش فيها مية أو حتى صابون، وانك تغسل ايديك بالشكل المطلوب منك، فهتستخدم الكحول اللي هو 70%. وعشان نحد من انتشار الموضوع ده بشكل عام، فانت لازم تلزم بيتك، stay at home، خليك في البيت عشان حفاظا على الناس اللي معاك. لو انت مش خايف على نفسك فخاف على الناس اللي حواليك، وخاف على قرايبك سواء كان والدك او والدتك. معكم خالد اليوسف من قناة المكارح. سمعنا كلنا بجائحة كورونا اللي اصابت العالم اجمع. عزز الطب الى اليوم هذا عن وجود مصل او علاج لها، وسمعنا بأنه في دكاترة كثير للأسف أصيبوا بهذا المرض وتوفوا. لذلك لأجلي ولأجلك ولأجل كل من تحب، خليك في البيت. صباح الفل أو مساء الفل بحسب الوقت اللي بتتفرج فيه. أنا وليد طه وعندي قناة اسمها وليد طه، والنهاردة هقولك على شوية حاجات تساعدك في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. خليك في البيت واغسل إيدك بدل المرة 20. خليك في البيت واغسل أي خضار تجيبه أو أي أكل تجيبه من برة بدل مرة 2. خليك في البيت وكل صحي. خليك في البيت والعب رياضة. خليك في البيت وحافظ على سلامة ده. إن شاهدت في نشرة الأخبار أن لصوصا قد سيطروا على إحدى الطرقات وبدأوا بإطلاق النار على الناس عشوائيا، بالتأكيد لن تذهب إلى هناك، بل ستحذر الناس من الذهاب، وهذا بالفعل ما حدث في أغلب المدن. لكن هذا اللص غير مرئي ولا يسرق أموال البشر بل حياتهم. لذلك لأجلك ولأجل عائلتك وأطفالك،
لأجل بلدك خليك في البيت. مساء الخير، معكم محمد علي من قناة مستر أبو علي على اليوتيوب، وحابب النهاردة أن أنا أشارك معكم في حملة خليك في بيتك. الفترة الأخيرة الفيروس انتشر بشكل كبير جدا، وسمعنا عن ناس كثيرة جدا ممكن نكون نعرفها أن هي أصابت بالفيروس ده، فياريت كلنا نخلينا في الفترة اللي جاية في البيت. أنا عارف أن في ناس كثيرة جدا عندها أعمال لازم تقوم بيها بشكل يومي حتى عشان تكسب قوت يومها، لكن معلش حاول أن احنا ننشي نفسنا بأقل الموارد ونخلينا في بيتنا الفترة اللي جاية دي حفاظا على صحتنا. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا عبد الله بن عمر. خليك في البيت، ممكن يكون الموضوع صعب شوية، ممكن بعض الناس ما تعودوا أنهم يجلسوا في البيت كثير، لكن هذه أزمة يمكننا أن نتجاوزها، ويمكننا أن نصنع من الليمون الحامض شرابا حلوا. أتصور أن هناك بعض المشروعات المؤجلة اللي يمكن الآن مع توفر الوقت أن نشرع فيها إذا توفرت الإرادة. نسأل الله لنا التوفيق والتيسير. خليك في بيتك، خليك في البيت، خليك في البيت، خليك في بيتك، يعني خليك في البيت أو خليك في البيت. Stay at home، خليك في البيت، خليك في البيت، خليك في البيت، خليك في البيت، خليك في بيتك، خليك في البيت. أرجوك خليك في المنزل وبس، خلصت.